أنا ضحية المجتمع وضحية اغتصاب نتيجة عن 10 سنين، وأنا عندي 10 سنين، وسيد اللي اغتصبني تزوج بيا وطلقت عن 16 عام وخرجت الفسد. هذه مدة ديال تقريبا ديال 9 سنين، 9 سنين في دابا عندي 25 عام، 9 سنين ضاعت من حياتي. لا ما دانيش بالسيف بخاطري، يعني انا داك السيد كنت كنعرفه، ويعني صافي وقع بيناتنا، وقع بي صافي مشيت معاه اغتصبني، يعني دار ليا كاس ديال العصير اغتصبني. يعني انا بغيت نتفارق معاه فاش ما بغاش، هو دار ليا اغتصاب اغتصبني صافي. يعني وقع الاغتصاب تما كاين صافي، كانت العلاقة ديالنا شوية خايبة، حيت صافي يعني فاش وصل داكشي اللي بغى، دالي داكشي اللي بغى، صافي ما بقاش معايا مزيان. يعني ولا الضرب ولا العنف بزاف، بحال الشراب كارو. يعني انا عمرني الحمد لله عمرني تعطيت لداكشي، اللهم لك الحمد، يعني هادشي اللي كنحمد عليه الله ونشكره. تيقول لي تشربي معايا، الا تشربي معايا نجيبو لك، كنقول له لا، فاش ما كنقول له لا تينوض تيضربني. يعني بنادم تيتفاصل مع هذيك السيده حتى كتديني ليه، يعني تيقول لها نعطيها 1500 1000 درهم، صافي حتى كتديني ليه. هي كتدي 400 درهم 300 درهم، انا تناخذ 1000 درهم 2000 درهم. ما كنتش كنرضى، ولكني ضروري كان، حيت الظروف ديالي خايبه بزاف. ان الام ديالي مريضه والاب ديالي كذلك، يعني ما الظروف ديال عائلتي خايبه. بغيت صافي الحمد لله ثبت، اللهم لك الحمد، الله سبحانه وتعالى حط ليا هاد الناس في طريقي، بالاخص سي ابراهيم تنشكرو بزاف لحقاش عاوني باش ندير واحد الحاجه اللي نستافد منها. وكنشكر الناس كاملين، يعني الناس اللي عاونوني. تنبغي نوصل لاي وحده باش ما ديرش نفس الغلط، يعني تمشي في شي طريق اللي هي زوينه، تستافد، تحاول تحيد. شنقول لك، يعني تحاول تخدم، تشوف شي حاجه اللي تستافد منها، ما تبع طريق الفساد، راه خايب. هذاك السيد اللي غادي يمشي ياخذ بنت باش يفسد معاها، يحاول يشوف بنت ولا امراه ما عندهاش ويصدق داك الفليسات، يعني في سبيل الله. ماشي تمشي انت دير واحد الحاجه اللي خايبه، ما كتخرج لداك الشيء الا راها محتاجه لداك الفلوس، علاش ما يعطيهم لهاش غير هكاك؟ يعني نحاولوا في هذا المجتمع ديالنا، نحاولوا نحاربوا هذا الفساد ما يبقاش، وهاد الناس اللي تيشريوا اللحم ديال وحده اخرى ما تبقاش. باختصار، القضيه ديال هاد الضحيه ديال المجتمع تتندرج في اطار يعني الشغالات الميدانيه ديالنا في الجمعيه، لاننا تنحاولوا نكونوا نشتغلوا ميدانيا في الشارع، وتنحاولوا نستمعوا، لان دائما عندنا ليكوت اي لورينتاسيون، استماع والتوجيه. هاد البنت هادي تلاقيناها وفي ظروف يعني سبحان الله، يعني ربي كتبها، تلاقيناها عودتنا على الحياه ديالها، المعاناه ديالها كانت صريحة معنا لأقصى درجة، باغية، لقينا عندها أمل على أنها باغية أنها تتوب وتقبض الطريق يعني المستقيم، وتقبض واحد إلا بغيتي تقول واحد، تكون واحد العنصر إيجابي في المجتمع، وهادشي تيدخل وتينصب وتينكب في إطار الأنشطة الهادفة والأهداف النبيلة ديال جمعية مسافة لمحاربة التهميش والإقصاء بالمجتمع. حنا سميناها ضحية المجتمع، لان البنت هذه قالت لك ملي كانت عندها غريره بها، ملي كانت عندها 10 سنين او لا، يعني في السن ديال 10 سنين غريره بها، لان كان عندها لوكور كبر من السن ديالها، الجسم كبر من السن، غريره بها من طرف احد الاشخاص اللي بعد ابتداء ديال البكاره ديالها في ظروف يعني ديال التخرير، ولا زوج ديالها، يعني زوج بالفاتحه كيف ما تنقولوا على حسب ما جا في التصريحات ديالها. بعد ذلك يعني دوزت مع فتره ديال الزوجيه، تعرضت منه يعني جميع اشكال العنف كما تتصرح هي دائما، وبعد ذلك وقع لها اجهاض يعني من طرف العنف المركب اللي تمارس عليها، خرجت للطريق ديال الدعاره، ولات يعني تتبيع اللذه. وهنا نفتح واحد القوس ونقول الموقف ديال جمعيه مسافات لمحاربه التهميش والاقصاء بالمجتمع من هاد الناس اللي في هاد الوضعيه الصعبه، النساء اللي في وضعيه صعبه، اللي تنقولوا انهم ما خصهمش يبقاو تيستغلوا، ولكن انا تنقول خصنا داك الناس اللي تيشريوا اللذه، الناس اللي عندهم الفلوس، الناس اللي فريمون خصهم بصح يمشيو يتعالجوا، هما اللي مرضين بصح، حيت الانسان اللي غادي يجي يعني
يعني تلقى شخص اللي هو في واحد وضعيه اجتماعيه ووضعيه ماديه متميزه ومحترمه وتيجي وتيجيب بنت اللي في وضعيه ديال هذه البنت هذه تتعيش الفقر والهشاشه والدمار ويجي ويشري منها اللحم ديالها والجسم ديالها باش انه يرضي الغرور ديالو ويرضي اللذه ديالو. فهادو هما اللي خصنا نتصداو لهم، وهذا داك واقع واقع اللي مرير اللي تيمزق المجتمع ديالنا وتيسيء تيسيء كاع الانسانيه وتيسيء البشريه. وهذا الشيء تيعطينا نتائج دائما وخيمه، يسرطن المجتمع، تيعطينا امهات عازبات، تيعطينا اطفال متخلى عنهم، تيعطينا اعاقه، تيعطينا جريمه، يقدر يعطينا انتحار. وهذا الشيء اللي تيخلي المجتمع انه دائما تي 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 يعني تي تيتمزق وتتراجع، خصوصا واننا اليوم تنحلموا اننا يكون عندنا واحد الوطن يعني اللي هو نقي، وطن سليم متماسك متراس. وعلاش هاد الناس هادو انا تنقول اللي تيستثمروا المال ديالهم او تيستغلوا الظروف الصعبه ديال هاد النساء باش انهم يشيو للدار ويرضيو الغرور، اننا خصنا كاملين نتصداو لهم.